مين السر الثاني أسيرا؟ احنا اليوم واقفين كل الوطن الفلسطيني، كل محافظات الوطن انطلقنا لنجسد هويتنا الفلسطينية، لنقول للاحتلال الصهيوني ولترامب هذا الرئيس الامريكي الذي يرتهن القضية الفلسطينية بقرارات عنصرية لصالح كيان الاحتلال الصهيوني بنقل السفارة الصهيونية إلى القدس، جئنا على بوابة القدس الرئيسية التي تفصلنا عن القدس التي لا نستطيع الدخول إلى القدس إلا من خلالها على بوابة قلنديا، لنقول أن القدس فلسطينية والقدس هي عاصمتنا الأبدية، ولن نقبل أبدا 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 أي مساواة، ولن نقبل إلا أن نستمر بالمقاومة حتى تحقيق النصر والحرية لأسرانا إن شاء الله. شو نروح؟ صور فيديو.